السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. معاكم عمر الطاهر من سبيجلش. دي الحلقة رقم 16 من كورس برونانسيشن، وده كورس بنتعلم فيه النطق الأمريكان، وده بيفيدنا جدا لما نيجي نسمع حد بيتكلم إنجليش أقدر أفهمه بسهولة، ولما أجي أكلم أو أعبر اللي قدامي يقدر يفهمني ما يحسش إن هو عمال يجمع اللي أنا بقوله بصعوبة. النهاردة إن شاء الله هنتعلم إزاي نفرق ما بين الإس والزد في الأفعال والأسماء. الفيديو إن شاء الله هيبقى متقسم أربع أجزاء، أول حاجة النطق الغلط، تاني حاجة النطق الصح، تالت حاجة بعرف القاعدة، رابع حاجة باخد أمثلة عشان يثبت الموضوع. يلا أول حاجة معانا اللي هو النطق الغلط. Do you still use this? No, I have no use for it anymore. No, I have no use for it anymore. تاني حاجة النطق الصح. Do you still use this? No, I have no use for it anymore. No, I have no use for it anymore. تالت حاجة معانا وهي قاعدة، ودي سهلة وبسيطة جدا، باختصار جدا لما تلاقي الفعل الاس اللي فيه بتنطقها على سنية زد، وفي الاسماء بتقول الاس على سن هي اس عادي جدا. طب المثال اللي احنا اخدناه، اول جملة do you still use this، do you still use this، هنا ال use جاية هنا كفعل عادي جدا، فانا بقول use ما فيهاش اي غلط. طب ال answer بقى، الاجابة كانت ايه؟ no I have no use for it anymore. هنا use جاية noun، الفعل بقوله use 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 بالزد على سن هو يعني يستخدم، انما الاسم اللي هو use 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 use. رابع حاجة تعالى ناخد بعض الأمثلة عشان نثبت الموضوع أكتر. abuse 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 abuse. close 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 close. طبعا نخلي بالنا هي close ده النون، close ده الفعل، يعني فعل اللي هو close اللي هو يعني close the door يعني بقفل الباب، إنما close اللي كان نون close معنى قريب قريب. advice advice advise advise. دخلنا بالنا هنا advice اللي هي الناون دي النصيحة نفسها advice، انما الفعل اللي انا بقوله advise advise، ان انا to advise someone مش advise someone، لا advise advise someone. excuse 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 excuse. طبعا excuse يعني لما تيجي تحل حد مثلا excuse me، هنا فعل فعل اعذرني او كده، انما الاكسكيوز ده الاسم نفسه. تعالوا ناخد بعض الامثله لبعض الجمل. Do you still use this? Do you still use this? No, I have no use for it anymore. I have no use for it anymore. Please excuse me. Please excuse me. I don't accept your excuse. I don't accept your excuse. Would you close the door? Would you close the door? You do it. You are close to it. You do it. You are close to it. You are close to it. Can you advise me on this? Can you advise me on this? Sure, I can give you some advice. Sure, I can give you some advice. دي كانت حلقتنا النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا. ما تنسوش تشوف الحلقات اللي فاتت من الكورس ده، هتلاقوا على القناة على اليوتيوب. لو عندك أي سؤال أو أي موضوع عايزنا نتكلم فيه اكتبه لي في الكومنتس، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتشير الفيديو عشان غيرك يستفيد. شكرا ليكم وباي باي.